سيد إيهاب، حادثة لربما لم يتوقعها أحد، أن يتم استهداف ترامب أو يتم إطلاق النار في خلال تجمع انتخابي للرئيس أو للمرشح الرئاسي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، أثر هكذا نوع من العمليات أو من إطلاق النار على سير سواء العملية الانتخابية، سواء الضغوطات على جو بايدن، أو حتى الملف الأمني وحيازة السلاح في الولايات المتحدة؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. طبعا هذه عملية تدخل في إطار الإرهاب المحلي، محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، والمتوقع أن يصبح رئيسا أيضا للولايات المتحدة طبقا لاستطلاعات الرأي. فكرة قضية حيازة السلاح لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا، وإن كانت ستستخدم طبعا، لكن هي ستؤثر بالاتجاه السلبي، يعني باتجاه زيادة شراء الأسلحة داخل الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن هذا الرجل وهو بمقام الرئيس، رئيس سابق للولايات المتحدة، يتعرض لمثل هذا النوع من الاعتداء في تجمع جماهيري حاشد انتخابي من المفترض فيه أن تشارك في تأمينه قوات الحراسات الخاصة السيكريت سيرفيسز والقوات الفيدرالية وقوات الشرطة في الولاية والمقاطعة التي هو يقوم بإلقاء هذا الخطاب فيها. هذا ينذر بأن الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة ليست على ما يرام، كما أنذر قبل ذلك في أحداث 6 يناير 2021. هذا سيكون تأثيره سلبيا بكل تأكيد، بزيادة حصول الأمريكيين على الأسلحة والذخائر، يعني ستنتعش هذه التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة بسبب ما حدث اليوم، وليس العكس، لأن العكس يتطلب الذهاب إلى تقديم مقترحات بتعديل القوانين ومواد الدستور وإلى آخره، مما سيتطلب جهدا تشريعيا ضخما ربما يمتد لسنوات وسنوات، وفي نهاية الأمر لن نصل إلى أي شيء. فهي ستسير في هذا الاتجاه. نعم، أود فقط التذكير بهذه الحادثة حتى هذه اللحظة والتفاصيل الموجودة عن أن عملية إطلاق النار تمت في تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا. شهد ترامب ووجهه ملطخ بالدماء بعد إجلائه من تجمع انتخابي، غادر المنصة محاطا بأفراد من جهاز الخدمة السرية والشرطة إلى السيارة، وهو يلوح بقبضته للجماهير التي كانت حاضرة للتجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا. الخدمة السرية الأمريكية أعلنت فتح تحقيق في إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها، وأنها اتخذت إجراءات بشأن إطلاق النار في تجمع ترامب الانتخابي وهو آمن. والمتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية قال بأن ترامب بخير ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية. أنا حتى هذه اللحظة سيد إيهاب رصدت تغريدة أو ما دونه حكيم جيفريز رئيس أو زعيم الأقلية في مجلس النواب، قائلاً أفكاري وصلواتي مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه ممتن للاستجابة الحاسمة لإنفاذ القانون. أمريكا دولة ديمقراطية، إن العنف السياسي من أي نوع كان غير مقبول على الإطلاق. العنف السياسي، أو قبل الخوض في أن هذه لربما تكون أولى ردود الفعل من الجانب الديمقراطي حول هذه الحادثة، لكن العنف السياسي سيد إيهاب هل يعود إلى الولايات المتحدة؟ أو عفوا، هناك أيضا ردة فعل من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قائلا بأن العنف السياسي لا مكان له في الولايات المتحدة. سيد إيهاب، هل الولايات المتحدة تتجه نحو شكل جديد من العنف السياسي بعد أن خرجت منه على ما يبدو بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي؟ يعني بكل تأكيد الأمور مفتوحة على عدة مسارع في هذا الأمر. أولا، أن يتم التحقيق سريعا والكشف عن هوية القاتل، وإذا كانت حادثة فردية أم يقف خلفه أشخاص أم تنظيم داخلي في الولايات المتحدة، لمن ينتمي هذا التنظيم، هل لديه أهداف سياسية أو مجتمعية، هل هو ينتمي للديمقراطيين ويميل لهم أم ينتمي للجمهوريين ويميل لهم. كل هذه الأمور من الممكن أن تلعب دورا حاسما في تحديد ما الذي سيحدث خلال الفترة القادمة. العنف السياسي في حد ذاته بالحادثة التي وقعت اليوم، محاولة اغتيال الرئيس السابق للولايات المتحدة، ربما تساهم وتساعد بأن نقف
نحن أمام لحظة طارئة في التاريخ الأمريكي، وبالتالي من الممكن أن تساهم بالفعل في أن يكون هناك عنف سياسي خلال الفترة القادمة، خاصة كلما اقتربنا من الانتخابات. لكن ما أريد أن أقوله أيضا أن هذا العنف الذي حدث اليوم تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاولة اغتياله، من وجهة نظري هي تقول أن هناك خوف كبير لدى الديمقراطيين من أنه من الممكن أن تكون هناك خسارة لهم للرئاسة ولمجلسي النواب والشيوخ. لا أقول أن الديمقراطيين هم من فعلوا هذا الأمر، ولكن من فعل هذا الأمر بكل تأكيد هو شخص مضاد لدونالد ترامب، وبكل تأكيد هو شخص لديه ميول في الاتجاه الآخر. لا أريد أن أوجه أصابع الاتهام وأصابق التحقيقات، ولكن لو كانت الأمور معكوسة لتحدث الجميع عن نفس الأمر، لقالوا إن ما حدث لبايدن لو كان حدث له ما حدث لترامب اليوم إنه مدفوع بتوجهات جمهورية، وكانت تتوجه له نفس هذه الاتهامات. أنا أقول اليوم إن ما تعرض له الرئيس دونالد ترامب إنما هو ضريبة احتمالية فوزه الكبيرة المتوقعة بالانتخابات الرئاسية القادمة. نعم، فقط أود التنويه بهذا الخبر أن المدعي العام لمقاطعة باتلر قال بأن شخصا واحدا يعتقد أنه قد توفي من جراء هذه الحادثة، ولا توجد معلومات عن مطلق النار في تجمع ترامب. هذا ما ورد من قبل المدعي العام لمقاطعة باتلر على لسان الصحف الأمريكية حتى هذه اللحظة. كما ذكرنا هناك تعاطف من قبل الديمقراطيين ظاهر حتى هذه اللحظة من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي قال بأن العنف السياسي لما كان له في الولايات المتحدة، وما أورده أيضا حكيم جيفريز زعيم الأقلية في مجلس النواب بأنه ممتن للاستجابة الحاسمة لإنفاذ القانون، وأن العنف السياسي من أي نوع كان غير مقبول على الإطلاق في الولايات المتحدة. لكن سيد إيهاب، لربما كان يفهم لو تمت عملية كهذه أو لو تمت هذه العملية ضد الرئيس الحالي جو بايدن، قد يتهم فيها اليمين المتطرف ممثلا بجماعة ماغا، لكن أن يتم استهداف الرئيس دونالد ترامب، من قد يكون المتهم في من قبل الديمقراطيين إذا ما أراد الجمهوريون طبعا الاستفادة من حادثة كهذه والتي جاءت على طبق من ذهب كما يقال؟ يعني طبعا ستوجه أصابع الاتهام بداية لحركة أنتيفا. حركة أنتيفا هي حركة مناوئة للجمهوريين والفكر المحافظ داخل الولايات المتحدة، ولديها أهداف يسارية متطرفة شديدة التطرف، ومن الممكن أن تقوم باستخدام السلاح في هذا الإطار. هذه جهة. هناك جهات أخرى وتنظيمات صغيرة محلية في الولايات المتحدة، يعني غير معروفة على المستوى كل الولايات، من الممكن أن تكون في بنسلفانيا جماعة من هؤلاء أرادت أن تعبر عن رأيها بشكل دموي في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، واتفقت فيما بينها على تنفيذ هذا الأمر اليوم. من الممكن جدا. وهناك أشخاص موتورون، يعني قتلة الرؤساء ومغتالي القيادات السياسية والشخصيات المشهورة، في كثير من الأحيان يقومون بهذا الأمر لأسباب شخصية جدا، وربما بسبب بسيط، يعني حتى تستغرب تقول يعني يقوم بقتل رجل من أجل هذا الأمر. نعم، لديه ربما شخص موتور، شخص مجنون، شخص اتيحت له الفرصة للدخول في مثل هذا التجمع دون أن يكون هناك تأمين حقيقي. لذلك أنا أقول لحضرتك أن المشكلة التي أجدها اليوم هي مشكلة التأمين، تأمين رئيس الولايات المتحدة حالي أو سابق. هذه مشكلة كبيرة. هذه المشكلة بحد ذاتها تزيد من مبيعات الأسلحة داخل الولايات المتحدة في اللحظة التي نتحدث فيها اليوم، عندما لا تكون هناك قدرات لCIA، لSecret Services، ولقوات إنفاذ القانون في الولاية والقوات الفيدرالية والشرطة في المقاطعة، كلهم يفشلوا في تأمين رئيس سابق أثناء إلقاء كلمة خطيرة في تجمع انتخابي بمثل هذا الحجم. هذا يشيع بأن هناك مشكلة أمنية كبرى تواجهها الولايات المتحدة في هذا الإطار. وبالمناسبة هذه إحدى المشكلات التي أتى بها بايدن، يعني فكرة عدم زيادة نفقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة
يشتكي منها الضباط الأمريكيون. أنا مثلا هنا في ولاية فيرجينيا بعض أصدقائي من ضباط الشرطة يتحدثون إلي ويعني عندما نتبادل أطراف الحديث يقولون إذا كانت لديكم أي أصوات مسموعة لدى حاكم الولاية لدى أعضاء الكونغرس أوصلوا أصواتنا إليهم، نحتاج إلى زيادة ميزانيتنا. يعني أحد أصدقائي الشرطيين قال لي لكل 2500 مواطن في المقاطعة التي أعيش بها في الولاية ضابط شرطة واحد، ولديهم في هذه المقاطعة إجمالا حوالي 100 ضابط شرطة، والمقاطعة أعدادها تقدر بحوالي يعني مليوني إنسان، فالأعداد غير متناسبة تماما مع ما يجب أن يتم تأمينه بشكل يومي داخل الولايات المتحدة. هذا على كافة الولايات، هناك مشكلة أمنية داخلية في الولايات المتحدة كبيرة جدا. ناهيك عما حدث في أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، لم تستطع قوات الشرطة في دي سي في العاصمة أن تقوم بتأمين مبنى بخطورة الكابيتول هيل. فهناك مشكلة كبيرة في هذا الإطار ستزيد من تسليح الأمريكيين لأنفسهم وستصعب على كل من يحاول أن يخفف من حمل السلاح داخل الولايات المتحدة هذه المهمة بشكل صعب جدا. نعم، قبل أن أنتقل إلى ضيفي السيد سمير تقي، أود فقط التذكير بالأخبار التي أو بآخر المستجدات حول استهداف دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي. آخر ردود الفعل هي من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وهو ميتش ماكونيل. ميتش ماكونيل قال في تغريدة بأن جميع الأمريكيون يشعرون بالامتنان اليوم لأن الرئيس ترامب يبدو بخير بعد هذا الهجوم الدنيء على مسيرة سلمية ليس للعنف مكان في سياستنا، وأظهر تقديره للعمل السريع الذي قام به جهاز الخدمة السرية وجهات إنفاذ القانون بإجلاء ترامب بعد حادثة إطلاق النار التي تمت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا بانتظار التحقيقات وبانتظار ما تم حتى هذه اللحظة. سيد سمير، كيف تبدو ردود الفعل حتى هذه اللحظة من قبل الديمقراطيين دعنا نقول بعد هذه الحادثة، بعدما رصدنا تغريدات تمت من قبل سواء زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وحتى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز؟ بالضبط سيدي، يعني بلا شك أن الديمقراطيين سوف يستفيدون من هذه الحادثة من وجهة نظر أنهم كانوا ضد كل أشكال العنف، وسيذكرون بأن الرئيس ترامب لم يقف في وجه العنف الذي اتخذ ضد عناصر الشرطة في الكابيتول في 6 يناير. وبالتالي نعم، هم يؤكدون على قضية العنف ويعتقدون بأن العنف هو السمة الرئيسية لسلوك سياسي لكتلة الماغا المتطرفة اليمينية داخل الحزب الجمهوري، وبالتالي هذا سيعطيهم ذخيرة إضافية. ولكن ينبغي أن ندرك بأن بشئنا أم أبينا بغض النظر عن هذه التقسيمات، الولايات المتحدة كل حوالي 40 عاما بسبب التطور السريع في المجتمع وتبدل القيم وإلى آخره تمر بأزمة. نحن نتذكر هنا الأزمة التي مرت بها وجرت فيها عدة اغتيالات متسلسلة لآل كينيدي، سواء الرئيس كينيدي ثم تلاه مارتن لوثر ثم حركة الهيبيين ثم انهيار تام في المدن وفي الأمن في المدن الأمريكية. هذا أنا برأيي أحاول أن أعطيه سمة أكثر تاريخية من وجهة نظر أن هناك اعتلال في المجتمع الأمريكي الآن. هذا الاعتلال بسبب زيادة التناقضات ناتج عن أزمة عميقة جدا أحد مظاهرها هو العنف، والعنف الذي شاهدناه اليوم. لذلك لا أعتقد أن هذه الحادثة ستكون الأخيرة، حتى لو يعني المزاج الأمريكي ليس في اتجاه زيادة
قوى الأمن. يعني هناك مزاج أمريكي عميق جدا بأن بمنع الدولة من التدخل في الحياة اليومية للمواطن حتى في أمنه، وبالتالي المزاج بشكل عام ليس في اتجاه إلقاء اللوم على الأجهزة، لأن حتى الرئيس ترامب بالذات لم يستطع أن ينقل المزاج العام في المجتمع ضد الاستابليشمنت، ضد المؤسسة الأمنية، بالرغم من التبديلات الكبيرة التي قام بها. وبالتالي أنا أرجح بأننا هذه لن تكون الأخيرة، وستكون هناك حوادث أخرى بسبب مستوى الانقسام المجتمعي في المجتمع الأمريكي. نعم،